مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من احد ملاعب القرب هنا بمدينه اغادير، وبالضبط من حي الهدى الذي لا زال في حاله كارثيه بعدما كان الامس القريب ينعم بعشب اصطناعي من الطراز الرفيع، لكن بقدره قادر كما كتشوفوا معنا على المباشر فتحول الى حاله كارثيه بعدما تعرض عشبه الاصطناعي للتلف والاقتلاع حتى اصبح على هذا الحال، واصبح بمثابه صحراء قاحله وصحراء جرده كما كتشوفوا معنا على المباشر. ف يعني هذا الملعب اللي كتشوفوه امامنا فكان الى الامس القريب يعني كان في عشب اصطناعي، لكن الحاله ديالو اليوم لا تسر الناظرين وحالته كارثيه جدا كما كتشوفوا معنا على المباشر. والسؤال المطروح، من ساهم في ايصال هذا الملعب الى هذه الحاله الكارثيه، ومن يتحمل المسؤوليه ازاء هذا الوضع الذي اصبحت العديد من ملاعب القرب تعاني منه في ظل غياب المراقبه وغياب التتبع والصيانه من طرف المسؤولين ومن طرف الجهات الوصيه على الحقل الرياضي هنا بمدينه اغادير كما كتشوفوا معنا. فما احوج شباب المدينه الى مرافق عموميه ومرافق رياضيه من اجل صقل مواهبهم ومن اجل ممارسه كره القدم ومداعبه المستديره. حال هذا الملعب حال يبكي العين، وبطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا فانتم كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعه الحال يعني حاله كارثيه. ايضا سياجه والاخر تعرض للتخريب والتلف، فصراحه يعني نتاسف على حال المنشآت الرياضية وعلى حال المرافق العامة وأيضا المرافق الحيوية والبنية التحتية والبنية الرياضية على مستوى مدينة أغادير التي أصبحت لا تبشر بالخير. فالعديد من المرافق الرياضية على هذا المنوال، ربما هذا الملعب فهو فقط نموذج مصغر من بين النماذج الكثيرة التي دائما ما نقف عليها ولا نتوانى عن إطارتها من أجل أن نضع كما نقول دائما أسبوع على مكامن الخلل وتنبيه المسؤولين إلى هذه الوضعية التي أصبحت وضعية مزرية كتعيشها مجموعة من المرافق. فبطبيعة الحال يعني هذا الملعب كما قلت يعني كان إلى الأمس القريب يحتضن العديد من الشباب الذين يمارسون هوايتهم المفضلة ويداعبون المستديرة هنا فوق هذه الأرض التي كانت أرض معشوشبة، لكن بقدرة قادر تحولت إلى شبه صحراء كما تشاهدون معنا، وحالتها حالة كارثية جدا كما كتشوفوا معنا على المباشر. فربما هذه الصور صراحة صورة غنية عن كل تعليق وصورة توضح بجلاء حجم الضرر الذي لحق بأرضية هذا الملعب والذي لحق بهذا الملعب ككل كما كتشوفوا. ايضا السياج ديالو تم التخريب ديالو وتعرضه للتلف من طرف يعني عديم الضمير والمخربين والناس اللي ربما لا يحافظون على الاملاك العموميه. فهذا الملعب لو تمت المحافظه عليه لكان مكسب لكل الشباب حي الهدى اللي اليوم ربما يمارسون فقط في ملعب واحد ويحتاجون الى المزيد من الملاعب ديال القرب ومن المزيد من الملاعب اللي ممكن اننا نشوفوا انها تصنع لنا وتفرخ لنا العديد من المواهب اللي نفتخروا بها واللي تقود قاطره التنميه الرياضيه على مستوى العاصمه السوسيه وعلى مستوى جهه سوس ككل. فقط يعني ارتئينا باش نسلطوا الضوء على هذا الملعب ونثيروا الانتباه ديال المسؤولين من اجل ربما اعاده لملمته واعاده هيكلته واعاده تعشيبه من جديد حتى يكون اضافه نوعيه ومكسب اخر من المكاسب التي نفتخر بها هنا بمدينة أغادير. فما أحوج شباب المدينة المرافق ترفيهية ومرافق حيوية اللي ممكن أنهم طبيعة الحال يسقلوا فيها المواهب ديالهم. أنتم كتشوفوا يعني الحالة الكارثية ديال هذا الملعب وكيف أصبحت أرضيته أرضية قاحلة وأصبحت سوداء، ربما هذا السواد فيؤكد بالملموس يعني
الضرر اللي صاب هذا الملعب، ففقط هذه رسالة أيضا للشباب، فالكل يتحمل المسؤولية إذا هذا الوضع اللي كنشوفه فيه. بطبيعة الحال العديد من المرافق الرياضية، العديد من المرافق الحيوية ديال مدينة أكادير وغيرها من المدن المغربية، ليس فقط مدينة أكادير وإنما ككل المدن المغربية، فهذا ملك عام للجميع وليس ملك أحد، فالكل مسؤول من أجل الحفاظ على المرافق الرياضية والحفاظ على البنية التحتية، لأن خصنا نتسمو يعني بالمواطنة الحقة ونعبر على المواطنة ديالنا بأننا إذا كانت هناك مرافق ذات جودة عالية يجب المحافظة عليها وأننا نرد لها البال، لأنها غدا ولا بغدا إلى تم يعني التعريض ديالها للتلف هكذا فنحن الذين نضيع ويضيع العديد من الشباب اللي يعني يحتاجون إلى مثل هذه المرافق ويحتاجون إلى مثل هذه البنية التحتية من أجل ممارسة هوايتهم المفضلة اللي هي كرة القدم التي أصبحت أفيون الشعوب كما يقال. فعلى أي كنتمنى الرسالة توصل، وكنتمنى أن نكون دائما كنساهموا في إطارة العديد من المواضيع وإطارة العديد من النقاشات الجادة والهادفة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن همنا الوحيد هو أن نرى وطننا ونرى مدينتنا العزيزة أكادير في أحسن حال. تحياتي لكم، وعلى أمل أن نلتقي بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى.